الأخت مرام، يا أهلا بيكي، أهلا بيكي الأخت مرام، هننتظر دقائق معدودة لحين اكتمال دخول باقي الإخوة والأخوات. ننتظر دقائق معدودة لحين اكتمال دخول باقي الإخوة والأخوات. وفي هذه الدقائق كالمعتاد، لو حد لي أي سؤال أو أي استفسار يتفضل. هذا هو اللقاء الحي قبل الأخير، إن شاء الله اللقاء الأخير غدا الساعة 9:45. أهلا بكم الإخوة والأخوات، إن شاء الله إن شاء الله مش متبقي لنا غير حلقتين بس. وعليكم السلام، لو حد ليه أي سؤال أو أي استفسار يتفضل. وعليكم السلام، أهلا بك يا اختصار. لو حد ليه أي سؤال أو أي استفسار يتفضل. لا، مش مراجعة بمعنى كلمة مراجعة، لكن أرد على أسئلتكم واستفساراتكم. لكن غدا إن شاء الله لا يوجد جديد من جانبي. غدا إن شاء الله لا يوجد جديد من جانبي. هرد على الأسئلة والاستفسارات إن وجدت بطبيعة الحال في أي جزء من أجزاء المقرر. وعليكم السلام. قبل ما نبدأ الإخوة والأخوات، سهل الحمد لله، سهل إن شاء الله يا اختصار، إن شاء الله يا اختصار. شكرا نورة، شكرا ليك. إن شاء الله جونسون، إن شاء الله. أنا بحسب بتقولي إنك هتشرحها النهاردة، إن شاء الله هشرحها. شفتيها أنت بقى في المرئية. كويسة طبعا، كويس. حاجة فيها تشغيل للذهن يعني. وعليكم السلام، فيها تشغيل للذهن وفيها تفكير قاضي جونسون يعني. طبعا أي حد. طب الحمد لله، لسه احنا ما بدأناش يا أختو ذات، لسه ما بدأناش. حاضر حاضر، هرد على كل الأسئلة دي، هرد على الأسئلة دي. احنا بقينا النهارده إن شاء الله 29 و30، 30 نظري و29 عملي. سهلة الحمد لله. لا، عاوزة تركيز، عاوزة تركيز. ما أنا نصحتكم في المرة السابقة إن أنتم تشوفوها من الحلقات التلفزيونية المسجلة. عاوزة تركيز طبعًا، أكيد يعني. بقى لنا رقم 29 و30 إن شاء الله. طب الحمد لله، ده هيسهل علينا كتير في اللقاء الحي. طبعًا أنتم كنتوا المفروض تعملوا كده مع كل الحلقات يعني. اي مش اتفقنا ان دي اضافه على الملخص يا اختصار. الملخص فيه اضافتين يا اختصار، الحلقه 29 من المرئيه والاضافات الثلاثه. احنا لسه ما بدأناش يا اختصار سبيل، لسه ما بدأناش. مش الملخص فيه اضافتين، الملخص فيه اضافتين. الحلقه 29 دي اول اضافه، والاضافات الثلاثه اللي موجودين في الملف على المنتدى من بدايه الفصل. وعليكم السلام. طيب احنا حضراتكم بقى لنا 29 و30، بقى لنا 29 طبعا قاعده جونسون، و30 نظري بالكامل. انا افضل ان احنا حاضر 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 مالك يا سلسبيل، مستعجله ليه؟ يعني انت عاوز في اول دقيقتين في اللقاء نخلص كل حاجه؟ اصبر شويه، طب مش ما تقلقيش. انا بقترح ان احنا ناخد الاول 30، بقترح ان احنا ناخد الاول 30 نظري، وبعد كده نركز في قاعده جونسون على اساس ان الاخوه والاخوات كلهم يكونوا دخلوا معايا. الاخوه والاخوات تمام، يبقى انا بقترح ان احنا ناخد 30 الاول نظري ما فيهاش مشاكل، وان شاء الله نختم اللقاء الحي اليوم باللي هي 29 اللي هي قاعده جونسون. طيب تعالوا ناخد 30 سهله ما فيهاش اي مشاكل. الحلقة رقم 30 بعنوان الرقابة على الجودة، المقصود بجودة المنتج.
يتوقف معنى الجودة على طريقة النظر إليها، ويمكن التمييز بين ثلاثة وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بمعنى الجودة. ألف، جودة التصميم، وهي بعض الخصائص الملموسة وغير الملموسة في تصميم المنتج، وقد تأخذ الجودة المرتفعة في التصميم شكل استخدام مادة خام أفضل، ومثال ذلك استخدام الجلد الطبيعي بدلا من الجلد الصناعي في إنتاج الأحذية. كذلك فإن تلك الجودة المتميزة قد تعني الاعتماد على طريقة إنتاج أفضل لتحقيق دقة أكبر ومظهر أفضل للمنتج، وغالبا ما يظهر ذلك بالنسبة للسلع في شكل مواصفات هندسية أكثر دقة. بعد كده بقى جودة الأداء، وهي التي ترتبط بشكل مباشر بقدرة السلعة على القيام بالوظيفة المتوقعة منها، وهو ما اصطلح على تسميته بدرجة الاعتمادية أو الجدارة. جين، جودة الإنتاج، على الرغم من أن جودة التصميم والأداء تعتبر هدفا تسعى المنشأة إلى تحقيقه أثناء العملية الإنتاجية، إلا أنه قد يصعب من الناحية العملية تحقيق كل منهما بشكل كامل. فهناك ذلك البعد الآخر من الجودة الناتج عن ظروف الإنتاج الفعلية، والذي يعرف بجودة الإنتاج أو جودة المطابقة للمواصفات. وبعدين نروح بعد كده حضراتكم على المقصود بالرقابة على الجودة. هي مجموعة من الخطوات المحددة مسبقا التي تهدف إلى التأكد من أن الإنتاج المحقق يتطابق مع المواصفات والخصائص الأساسية الموضوعة للمنتج. ويتضح من هذا التعريف عدة حقائق أهمها. 1، يجب أن يكون هناك خطوات محددة مسبقا للرقابة على الجودة، فهي إجراءات تم تخطيطها مسبقا ويجب اتباعها بشكل مستمر مع الوحدات التي يتم التأكد من جودتها. فاختلاف إجراءات الفحص من وحدة إلى أخرى قد يؤدي إلى نتائج متغيرة في الحكم على جودة الإنتاج. 2، إن وظيفة الرقابة على الجودة هي التأكد من المطابقة للمواصفات وليس إنتاج مستوى جودة مرتفع. فقرار اختيار مستوى الجودة الملائم هو أحد مكونات النظام الكامل لإدارة الجودة، ولكنه ليس جزءا من عملية الرقابة على الجودة. 3، تستلزم وظيفة الرقابة على الجودة وجود مواصفات محددة للتعبير عن مستوى الجودة، ويعد ذلك فرضا ضمنيا في كل نظم الرقابة على الجودة. ويقصد بالمواصفات مجموعة من الخصائص الأساسية للمنتج التي يمكن قياسها للمنتج ككل أو لبعض الأجزاء منه كل على حدة. 4، على الرغم من وجود نظام للرقابة على الجودة، إلا أنه ليس هناك تأكدا تاما من أنه سوف لا تصل إلى يد المستهلك أي وحدة معيبة، فدائما هناك احتمال للخطأ في عملية القياس أو في عملية الحكم على المنتجات بسبب الاعتماد على العينات، ويكون الهدف من نظام الرقابة على الجودة هو تخفيف هذا الخطأ إلى أقل حد ممكن. 5، إن الرقابة على الجودة لا تهتم فقط بالرقابة على جودة المنتج النهائي، ولكنها تشمل أيضا الرقابة على جودة المدخلات والرقابة على العملية الإنتاجية أثناء مراحل التشغيل المختلفة. كده حضراتكم خلصنا المطلوب في الحلقة 30. ما أعتقدش طبعا فيها أي مشكلات. ما أعتقدش طبعا فيها أي مشكلة. ها، هل فيها أي مشكلة؟ طب نشوف السؤال. قد تأخذ الجودة المرتفعة في تصميم المنتج الخاص بالمنظمة ما شكل استخدام طريقة تمويل أفضل أو طريقة تسويق أفضل أو مادة خام أفضل. لا طبعا، هنا حضرتك مادة خام أفضل طبعا، لأنك بتتكلمي على التصميم. الأخت سارة، الاختيار هنا مادة خام أفضل، لأن احنا بنتكلم على جودة التصميم. قد تأخذ الجودة المرتفعة في تصميم منتج الخاص طريقة تمويل أفضل، طريقة التسويق، لا مادة خام أفضل، لأنك بتتكلمي على جودة التصميم. تمام يا أخت سارة؟ طبعا الحمد لله مفيش أي مشكلة في الحلقة رقم كام؟ 30.
طيب اعتقد كده كل الاخوه والاخوات دخلوا الى اللقاء الحي. نروح للحلقه بقى، نرجع تاني للحلقه 29 اللي هي الخاصه بقاعده ايه جونسون. نروح بقى للحلقه 29 اللي هي الخاصه بقاعده جونسون، نشوف كده. طبعا اهم الاساليب المستخدمه في تحديد التتابع الحاله الثانيه اللي هي المعقده ب حاله عمليتين انتاجيتين وعده اوامر. يعني هنا الاوامر الانتاجيه لا تمر على مركز واحد فقط، بل تمر على مركزين او عمليتين، ولا تصبح منتجات نهائيه الا بعد انتهائها من العمليه الثانيه. هنا يتم استخدام قاعده جونسون في الترتيب. نشوف المثال اللي هيوضح لنا الكلام ده. مثال يبين الجدول التالي 6 اوامر انتاجيه والوقت اللازم لتشغيل كل منها بالساعات على مركزين للانتاج، حيث يحتاج تشغيل الامر المرور على المركز الاول ثم الثاني على التوالي. طبعا الجدول اللي موجود عندكم، الجدول اللي موجود عندكم 3 اعمده، الاوامر الف باء جيم دال هاء واو. طبعا ده الوقت على مركز انتاج واحد والوقت على مركز انتاج اثنين بالساعات. بالساعات على مركز انتاج واحد 5 4 8 2 6 12، على مركز انتاج 2 4 3 9 7 8 15. المطلوب نقطتين فوق بعض. 1 استخدام قاعدة جونسون في ترتيب الأوامر الست. 2 ارسم الشكل الذي يوضح وقت البدء والانتهاء للأوامر الست على مركزي الإنتاج. 3 حدد نسبتي العطل وكفاءة في المركز الأول والثاني. طيب يبقى احنا دلوقتي حضراتكم الإخوة والأخوات، يبقى احنا حضراتكم طيب يا اخت عائشه حاضر. وفقا لقاعدة جونسون يوجد وقت عطل في بدايه المركز الاول او بدايه المركز الثاني. يا اخت عائشه، يا اخت عائشه دايما في بدايه المركز الثاني في عطل. تمام يا اخت عائشه. طيب نرجع للمثال بتاعنا، نرجع للمثال بتاعنا. تمام الحمد لله. نرجع للمثال بتاعنا، بيقول ان انا عندي 6 اوامر انتاجيه. هذه الأوامر الإنتاجية يحتاج الأمر إلى تشغيلها على مركزين، لا تصبح منتجات نهائية إلا بعد انتهائها على المركز الثاني، ومديني وقت التشغيل اللازم بالساعات على المركز الأول والمركز الثاني، وبيقول لي رتب هذه الأوامر في أول مطلوب، رتب هذه الأوامر وفقا لقاعدة جونسون. لما نيجي نرتب حضراتكم وفقا لقاعدة جونسون، نفتح مستطيل. نفتح إيه؟ مستطيل. وهذا المستطيل يقسم إلى عدة خانات تتساوى في عددها مع عدد الأوامر. يعني أرجع للتمرين كده، أعد الأوامر الإنتاجية ألاقيهم 6. نرجع للتمرين كده، أعد طبعًا مفضل حضراتكم إن يكونوا معاكم ورقة وقلم لو سمحتوا. الإخوة والأخوات مفضل إن أنتوا يكونوا معاكم ورقة وقلم. ولو سمحتوا تنقلوا الجدول اللي فيه الأوامر والأوقات على المركزين، عشان نفهم كويس. طبعا انا عارف ان في ناس شافوها من حلقات التلفزيونيه في امور، ماشي كويس، ده هيقلل الاسئله. لكن انا بتكلم على الاخوه اللي هم لسه ما سمعوش الحلقه خالص من التلفزيونيه المسجله، لو سمحتوا ورقه وقلم معاكم، ورقه وقلم معاكم وامشي معايا. مش هتفهم الا كده. ورقه وقلم وامشي معايا، وانقل الجدول اللي فيه اوقات التشغيل على المركزين للاوامر الست. يلا انا هديكم دقيقتين، يلا هديكم دقيقتين على ما تنقلوا الجدول. يلا الاخوه والاخوات، يا وداد الصبر، يا وداد، يا وداد الصبر، يا وداد. لما نخلص يا وداد هنقول ايه اللي هيحصل في الاختبار يا وداد. طبعا مش هيكون ولا عندي الجدول ولا كلام ده يا وداد، مش هيكون عندي الجدول، لكن هيكون عندي بيانات. لا انا عاوزك يا بيان تنقليه عشان هتحذفي حاجات ونظبط حاجات كده يعني. ما انا عارف ان الجدول مكتوب والله. عاوزك تنقليه عشان هنحذف حاجات. هتشتغلي معايا بالورقه والقلم. احنا لسه بادئين في الحلقة 29، لسه بادئين في الحلقة 29 بنجاوب على أول مطلوب. ازاي تمام؟ لا الجدول موجود،
لا دي الحلقه دي بالكامل هي كمان مش موجوده في الملخص. الحلقه دي احنا بنشوفها من مرئيه. يا تمام الحلقه دي مش في الملخص، يعني انت احنا لسه ما شرحناش، لسه ما شرحناش. طبعا طبعا نهايه المركز الاول دايما فيها عطل. طبعا احنا دي حلقه اضافيه على الملخص يا تمام. طيب ننقل الجدول. ماشي ماشي ننقل الجدول. نقلنا الجدول اعتقد خلاص. الجدول اللي في المعطيات يا سهاب، احنا ما عندناش غير جدول وحيد. والله قلنا الجدول اللي في المعطيات، احنا لسه في المعطيات ما عندناش غير جدول وحيد. لا ابدا تحت امرك تحت امرك. لا كله في المرئية يا فهد، كله في المرئية يا فهد، يا فهد كله في المرئية. الكلام اللي احنا متفقين عليه من بداية الفصل ان الحلقة 29 في المرئية، فالمفروض ان انت تكون عامل لها برنت سكرين قبل ما تخش للقاء الحي. احنا اتفقنا دي مش موجودة في الملخص يا جماعة. مش احنا متفقين من بداية اللقاءات بتاعتنا ان احنا المقرر بتاعنا عبارة عن ملخص استقلال وسارة زائد 29 من المرئية زائد الإضافات الثلاثة. وأنا مأكد عليكم المرة السابقة إن أنتوا ماشي، أنا مأكد عليكم المرة السابقة إن أنتوا تشوفوها من المرئية. مأكد عليكم والله المرة السابقة تشوفوها من المرئية. طيب يلا يلا. عموما عموما فحضراتكم حضراتكم عشان نرتب الأوامر وفقا لقاعدة جونسون. طيب خليكم بس معايا عشان نرتب الأوامر وفقا لقاعدة جونسون. بنفتح مستطيل، هذا المستطيل يتم تقسيمه إلى خانات، هذه الخانات تتساوى في عددها مع عدد الأوامر. يعني نروح نعد الأوامر كده نلاقيهم 6 أوامر، نقوم مقسمين المستطيل ده إلى 6 خانات. لو لقيناهم 5 نقسمه 5، لو لقيناهم 4 نقسمه 4، لو لقيناهم 7 نقسمه 7. يبقى حضراتكم يتم تقسيم المستطيل الى عدد من الخانات يساوي عدد ايه الاوامر. خلي بالكم دلوقتي انتوا المفروض دلوقتي عملتوا المستطيل، المفروض دلوقتي عملتوا المستطيل وقسمتوه ل6 خانات. اشتغلوا معايا لو سمحتوا، المفروض تكونوا عملتوا المستطيل وقسمتوه لخانات. طبعا يمين المستطيل، يمين المستطيل هو ده بداية الترتيب، ويسار المستطيل هو ده نهاية الترتيب. يبقى وانت قاعد كده والمستطيل قدامك يمينه هو بداية الترتيب. طب بس الصبر الصبر يا فاطمة. يمينه هو بداية الترتيب ويساره هو نهاية الترتيب. طيب تعالوا بقى نبدأ نرتب، تعالوا نبدأ نرتب بالظبط يا بيات. نلقي نظرة على الأوقات المعطاة في المركزين. يعني ايه في المركزين؟ مش في العمود الاول لوحده او الثاني لوحده، لا في جميع الجدول. نلقي نظره على الاوقات المعطاه في الجدول كله، في الجدول كله، ونحدد اقل وقت ونحدد اقل وقت. لما نمشي كده على الجدول كله، الجدول المعطى اللي انتوا نقلتوه 5 4 4 3 8 9 2 7 6 8 12 15، لقيناها 2. أقل رقم كان 2. لو سمحت لو حد مش فاهم أي حاجة يقول لي على طول، ما تسيبنيش لما أخلص وتقول لي مش فاهم. أقل وقت 2، أقل وقت 2. حلو، هذا الوقت موجود على المركز الأول، 2 ديت موجود على المركز الأول. طالما إن ال 2 ديت موجود على المركز الأول، نضع الأمر المقابل لها دال أقصى يمين الترتيب، يعني في بداية الترتيب. طالما الاثنين دي موجوده على المركز الاول، نضع الامر المقابل لها دال اقصى يمين الترتيب، يعني في بدايه الترتيب. واحد يقول لي لو لقيتها على المركز الثاني يبقى اقصى يسار، واحد يقول لي لو لقيتها في المركز الثاني يبقى اقصى يسار، واحد يقول لي لو لقيت رقمين شبه بعض، واحد على الاول وواحد على الثاني، ابدا باي حاجه بصوره عشوائيه. واحد يقول لي لو لقيت رقمين زي بعض
طب بس صبرا يا فاطمه، صبرا يا فاطمه. يبقى في الحاله دي تبدا بصوره عشوائيه. المهم نكمل. فاحنا القينا نظره لقينا اقل رقم موجود عندي في المعطيات، طبعا في الجدول كله، اتنين دي على المركز الاول، يبقى نضع الامر المقابل له د اقصى يمين الترتيب او في بدايه الترتيب، ونشطب د، نشطب د افقي طبعا، اشطب بدون ان تطمس لو سمحت، يعني شطب خفيف كده، شطب خفيف كده لو سمحت، تشطب بدون ان تطمس لو سمحت، نشطب د. طيب بعد ما شطبنا د نشوف اقل وقت تشغيل على المركزين كام. شطبنا د خلاص، اقل وقت تشغيل. لما ندور في الاوقات المتبقيه نجد ان اقل وقت هو كام؟ تقولي لي ثلاثه، تقولي لي ثلاثه. ثلاثه دي موجوده على المركز الايه؟ ثلاثه دي موجوده على المركز الثاني. يبقى نضع الامر المقابل للثلاثه اللي هو الامر ب اقصى يسار الترتيب. يبقى ب اقصى يسار الترتيب. تمام الاخوه والاخوات؟ ونقعد نكرر الكلام ده حتى يتم الانتهاء من جميع الاوامر. طبعا نحذف ب، بعد ما حطينا ب اقصى يسار الترتيب نحذف ب. يبقى احنا دلوقتي حاسفين حاجتين، د وب. وبعدين حضراتكم بعد كده نحدد اقل وقت تشغيل. اقل وقت تشغيل هنلاقي اقل وقت تشغيل كام؟ ها؟ اربعه بالظبط. اربعه ديت موجوده على المركز الاول، على المركز الثاني. اربعه دي موجوده على المركز الثاني. يبقى طبعا الامر المقابل لها الف اقصى يسار الترتيب. وصلت الاخوه؟ الاخوه والاخوات، واضحه كده ولا مش واضحه؟ واضح الحمد لله. ونستمر حتى ننتهي من التخصيص. طيب نيجي حضراتكم دلوقتي نحذف الف. يبقى احنا دلوقتي حاسفين الف وباء ودال. مين اقل وقت؟ ها؟ اقل وقت كام؟ ستة بالظبط يا بيان. أقل وقت ستة. لا خمسة منين دي يا عائشة؟ يا عائشة ده احنا حذفنا ألف يا عائشة. حذفنا ألف يا حذفنا ألف يا عائشة. ولا أنت بتقولي هاء؟ ماشي عموما أقل وقت مو طيب تمام تمام هاء هاء ماشي ماشي خلاص خلاص خلاص. ما أنا لحقت نفسي أهو. أقل وقت ستة. والست ديت على المركز الاول، يبقى نضع الامر المقابل لها هاء اقصى يمين الترتيب ونحذف هاء. هاء اقصى يمين الترتيب ونحذف ايه؟ هاء. طيب بعد كده مين اقل وقت؟ احنا دلوقتي حاذفين الف وباء ودال وهاء. مين اقل وقت؟ ها؟ اقل وقت 8. ودي موجودة على المركز الايه؟ تقول لي 8 موجودة على المركز الأول. 8 موجودة على المركز الأول، يبقى نضع الأمر المقابل لها ج أقصى يمين الايه؟ الترتيب. وكده كده حضراتكم مش باقي غير خانة واحدة وأمر واحد، طبعًا الخانة الواحدة ده والأمر الواحد ده هيكون واو خلاص. مفيش داعي بقى يا بيان، مفيش داعي. إحنا مش باقي لنا غير خانة واحدة وأمر واحد. هو الأمر ايه؟ مش باقي لنا خانه واحده. هو الامر ايه؟ هو الامر واو. يبقى الترتيب وفقا لقاعده جونسون، الترتيب وفقا لقاعده جونسون من اليمين، من اليمين د ه ج واو الف ب، د ه ج واو الف ب. تعالوا نقرا الحل اهو، تعالوا نقرا الحل اهو. الحل واحد، استخدام قاعده جونسون في ترتيب الاوامر السته. وفقا لقاعدة جوبسون يتم تحديد أقل وقت تشغيل على المركزين. إذا كان هذا الوقت على المركز الأول يضع الأمر المقابل له أقصى يمين الترتيب. أما إذا كان هذا الوقت على المركز الثاني يضع الأمر المقابل له أقصى يسار الترتيب. ويتم تقرير ذلك حتى الانتهاء من جميع الأوامر. وبتطبيق ذلك على المثال يكون ترتيب الأوامر الستة كما يلي: د ح ج واو ألف باء. أظن كده ما فيهاش مشاكل. هل حد عنده أي مشكلة؟ واضحة طبعا، صح؟ ما فيهاش مشاكل، يلا ردوا عليا عشان نروح للمطلوب الثاني اللي هو الأصعب شوية، تمام تمام. تعالوا بقى حضراتكم على المطلوب الثاني، المطلوب الثاني بقى اللي هو بيقول لي إيه بقى؟ اللي هو بيقول لي رسم، تمام، اللي هو رسم أو تحديد الشكل الذي يوضح
وقت البدء والانتهاء للأوامر الستة على مركزي الإنتاج. طبعا حضراتكم بالورقة والقلم وهترسموا معايا عشان تفهموا الكلام ده، لازم بالورقة والقلم معايا، ما ينفعش الشرح على الرسم اللي موجود. حتى الإخوة والأخوات ترسموا معايا خطوة خطوة عشان تفهم كويس بالورقة والقلم وترسموا معايا. يبقى تحديد الشكل الذي يوضح وقت البدء والانتهاء للأوامر الستة على مركزي الإنتاج. هنعمل بقى مستطيل كبير، مستطيل كبير يعني قد اللي عملناه قبل كده 3 مرات. نعمل مستطيل كبير قد اللي عملناه كده 3 مرات، قد اللي عملناه في المطلوب الأولاني. والمستطيل الكبير ده نقسمه إلى جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، يعني نقسمه كده نصين بحيث إن يكون عندي نصف علوي ونصف سفلي. والنصف الأول أقصى اليمين كده، أقصى اليمين ده اسمه مركز إنتاج واحد، والنصف الثاني برضه أقصى اليمين ده مركز إنتاج اثنين. أنا بقول لكم على المسميات. يبقى بنقسمه نصين، واحد علوي وواحد سفلي. العلوي خاص بمركز إنتاج واحد والسفلي خاص بمركز إنتاج اثنين. طيب، وطبعا فوق خالص عندنا وقت البدء شرط ميل الانتهاء، وتحت خالص برضه وقت البدء شرط ميل الانتهاء. وطبعا وقت البدايه سواء المركز الاول او المركز الثاني بيبقى صفر. وقت البدايه سواء المركز الاول او المركز الثاني بيبقى صفر. جربت يا فاطمه المره اللي فاتت، يعني في مشكلات تقنيه ما بتظهرش معايا. انتوا يا فاطمه، انا قايل ان انا هشرح جونسون المره الجايه، وجونسون دي من المرئيه، فالمفروض تكونوا شفتوها، والمفروض تكونوا عملتوا برنت سكرين والورق معاكم. يعني ايوه يا بيان، الكتابه يا بيان، يا بيان الكتابه، الكتابه هي اللي اقصى اليمين يا بيان، بس هما المركزين واحد علوي وواحد سفلي فوق بعض يا بيان. لكن الكتابة ده مركز إنتاج واحد ومركز إنتاج اثنين أقصى اليمين. طبعا مركز إنتاج واحد قصاد اللي هو الجزء العلوي، ومركز إنتاج اثنين قصاد اللي هو الجزء السفلي، بس كلهم أقصى اليمين يا بيان. طبعا البداية حضراتكم، وقت البداية على المركزين طبعا بيكون صفر. وقت البداية على المركزين طبعا بيكون صفر. طيب هنمشي بقى حضراتكم، هنمشي بقى حضراتكم نحدد وقت البداية والنهاية على المركزين. طب هتقولي انت هتمشي بناء عليها، هقول لك انا همشي بناء على الترتيب اللي انا عملته. همشي بناء على الترتيب اللي انا عملته. ايه الترتيب اللي احنا عملناه؟ اقول لك اللي في المطلوب الاولاني اللي هو ايه؟ د ثم هاء ثم ج ثم واو ثم الف ثم باء. د ثم هاء ثم ج ثم واو ثم الف ثم باء. طيب يعني امر البدايه هيكون الامر د، امر البدايه هيكون الامر د، صح؟ والامر حضراتكم الاول يتم تشغيله على المركز الاول، بعد ما يخلص على المركز الاول يروح على الثاني. الامر، الامر الانتاجي يتم تشغيله بدايه على المركز الاول، وبعد الانتاج من تشغيله يروح على المركز الثاني. طيب تمام، يبقى ده هيبدا في المركز الاول صفر. ياخد وقت تشغيل كام؟ تجيبوها من المعطيات، تجيبوها من المعطيات. ده ياخد وقت تشغيل على الاول ساعتين من المعطيات. يبقى هينتهي على الاول امتى؟ هتقولي لي الانتهاء بتاعه بقى عباره عن صفر وقت البدايه زائد اثنين التشغيل، يبقى هينتهي اثنين. لا، ثلاثه منين يا سعاد؟ ده البدايه صفر يا سعاد، وهو هياخد وقت تشغيل اثنين، يبقى هينتهي اثنين. يا سعاد البدايه صفر وهو هياخد، تمام يا سعاد، معلش معلش. طيب تمام، بالغلط خلاص. طيب يبقى دلوقتي حضراتكم، دلوقتي حضراتكم خلصنا من د على المركز الاول، بدا صفر خد وقت تشغيل 2 ساعه، يبقى ينتهي الساعه 2. طيب د بعد كده هيروح على المركز الثاني، د بعد كده هيروح على المركز الثاني. هل المركز الثاني يستطيع ان يعمل شيء بالنسبه لد من صفر ل 2؟ هتقولي لا طبعا، استحاله، لازم المركز الثاني هيكون عاطل من صفر ل 2، ما يقدرش يعمل اي حاجه، لان ده بيتم تشغيله على الاول من صفر الى اثنين. اهو يا عبد الرحمن تاني، انت ماشي معانا يا عبد الرحمن لغايه دلوقتي؟ يا عبد الرحمن
لو سمحتوا اي حد ما يفهمش حاجه يقول لي استنى وعيد، لا تنتظروا للنهايه. لو انتظرتوا للنهايه وقلت لي عيد مش هعيد، هقول لك روح بقى تشوفه من التلفزيون، واحده واحده امشوا معايا. بالظبط يا خلود، اه بالظبط. الامر يا خلود ينتهي تشغيله على المركز الاول اولا، وبعدين يروح على الثاني. طيب دال دلوقتي، دال بيتم تشغيله، دال بيتم تشغيله على المركز الاول من صفر الى اثنين، ما يقدرش المركز الثاني يعمل حاجه، لازم ينتظر عاطل. معايا ولا مش معايا؟ لازم المركز الثاني ينتظر عاطل من صفر الى اثنين. وبعد بقى الدال ما يخلص يجي دال رايح للمركز الثاني. بعد دال ما يخلص يجي دال رايح على المركز الثاني. المركز الثاني هيبدأ فيه اثنين. يبقى انتوا حضراتكم زي ما انتوا شايفين على الرسمة اهو، زي ما انتوا شايفين على الرسم، على المركز الثاني من صفر إلى اثنين جزء مظلل. جزء مظلل يعني إيه؟ يعني المركز عاطل. زي حضراتكم انتوا شايفين على الرسم اهو، من صفر إلى اثنين على المركز الثاني جزء مظلل. يعني إيه جزء مظلل؟ يعني المركز عاطل. والمركز بقى هيبدأ فيه دال الساعة 2. دال على المركز الثاني ياخد كام ساعة؟ من التمرين، من التمرين، دال على المركز الثاني من التمرين ياخد 7 ساعات. وهو بادئ فيه 2 يبقى هينتهي الساعة 9. هو هياخد تشغيله 7 ساعات، وبادئ فيه الساعة 2 يخلص الساعة 9. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا من دال على المركز الأول والثاني، الحمد لله. تمام؟ لازم ترسمه معايا عشان تفهموا كويس. لازم ترسموا معايا. طيب تعالوا بقى حضراتكم الامر اللي بعد كده هو الامر مين؟ هاء. طبعا هاء هيروح على المركز الاول، وبعد ما يخلص على المركز الاول هيروح على المركز الثاني. طيب هاء لما هيروح على المركز الاول، هل هناك مشكله ان يبدا المركز الاول فيه الساعه 2؟ هتقول لي لا مفيش مشكله. ايه المشكله؟ مفيش مشكله ان المركز الاول يبدا فيه الساعه 2، يبدا على طول، مفيش، ما هو مركز اول. خلي بالكم المركز الاول ما عندوش اي مشكله في البدايات. المركز الاول ما عندوش اي مشكله في البدايات. يخلص الامر ياخد اللي بعديه، يخلص الامر ياخد اللي بعديه، دايما المركز الاول ما عندوش مشكله في البدايات. طيب انا دلوقتي حضراتكم اللي هو الامر ها هيبتدي الساعه 2 على المركز الاول. ياخد تشغيل كام ساعه؟ من راس التمرين، من راس التمرين ها على المركز الاول 6 ساعات. ها على المركز الاول 6 ساعات، وهو بادئ فيه الساعه 2 ينتهي الساعه 8. خلي بالكم بقى، خلي بالكم بقى، لما ترسموا ال 8 فوق، لما ترسموا ال 8 فوق لازم تكون قبل ال 9 اللي تحت. اوعى يا عبد الرحمن ترسم ال 8 اللي فوق بعد ال 9 اللي تحت، اوعى. ولا ترسم ال 8 اللي فوق موازيه لل 9 اللي تحت، لا 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 لا، ده لازم ال 8 تكون قبل ال 9. ها معايا الاخوه والاخوات ولا مش معايا؟ تمام تمام تمام. انا والله واحده واحده اهو يا اخت جميله، الاخت جميله الملكي، انا ماشي واحده واحده اهو والله. اي حد يا جماعه يقف في اي حاجه، انا ما عنديش مشكله ان انا اجاوبكم على المطلوب التاني ده النهارده بس، والتالت اخليه بكره، ما عنديش مشكله. ليه يا عائشه؟ ده احنا لسه بادئين يا عائشه، يا عائشه ما هو انت لو تسمعي كلامي يا عائشه ان يكون معاك الورقه والقلم وترسمي معانا مش هتتوهي مننا. يا عائشه اسمعي الكلام، يكون طيب نرسم يا عائشه تاني. طب استني يا جميل، استني يا جميله لما اعيد لعائشه من الاول. يا عائشه الامر يمر على المركز الاول، استنوا بس يا وداد، استني يا وداد، أنا هعيد من الأول يا جماعة. حاضر حاضر حاضر، هعيد من الأول يا جماعة. طيب أنا ما هو احنا ماشيين واحدة واحدة أهو. يا تمام يا تمام يا تمام، احنا ماشيين واحدة. ما أنا بقول لكم يا جماعة تشوفوها في المرئي، بقول لكم عشان عارف، عارف إن ده هيفيدكم. لكن طبعا البعض منكم بيسمع الكلام وبيستفيد، والبعض ما بيسمعش الكلام. طيب أدينا ماشيين مع بعض واحدة، شوفوا اللي شايفينها في المرئي بيراجعوا دلوقتي. حاضر حاضر، هو بس انا اصبر، صبرا صبرا صبرا. طيب
انا دلوقتي وقت البدايه في كل مركز هو الوقت الصفر. انا هعيد من الاول يا جماعه، انا هعيد. وقت البدايه في كل مركز هو الوقت الصفر، وبعدين انا بمشي على الترتيب اللي انا عملته في المطلوب الاولاني، والامر يمر على المركز الاول اولا ثم يذهب الى المركز الثاني. طيب تعالوا بقى من الاول، تعالوا من الاول، خليكم بس معايا. انا همشي على الترتيب اللي انا عملته اللي هو د ه ج واو الف باء في المطلوب الاولاني، يبقى امر البدايه هو الامر د. د هيروح على المركز الاول يبتدي الساعه صفر، وقت تشغيل د على المركز الاول 2 ساعه. جم منين؟ من المعطيات. جم منين؟ من المعطيات. روحوا كده شوفوا د على المركز الاول ياخد قد ايه وقت انتاج؟ ساعتين في المعطيات. يبقى هو دلتا هيبتدي في المركز الاول الساعه 0 وياخد تشغيل ساعتين، يبقى ينتهي الساعه 2. في هذا الوقت اللي هو من الصفر ل2 ده، المركز الثاني لازم يكون عاطل، مش هيقدر يشتغل، لان في هذا الوقت د بيتم تشغيله على المركز الاول، وبالتالي من 0 الى 2 المركز الثاني لازم حتما هيكون عاطل، فيتم تظليل هذا الوقت على المركز الثاني. ها فيها مشكله؟ حتى الآن فيها مشكلة؟ يلا ردوا علي، ردوا علي، حتى الآن فيها مشكلة؟ تمام تمام. فدال بقى يروح على المركز الثاني يبدأ فيه الساعة 2، دال يروح على المركز الثاني يبدأ فيه الساعة 2. من المعطيات دال على المركز الثاني بياخد 7 ساعات، دال على المركز الثاني ياخد 7 ساعات وهو بادئ فيه الساعة 2، يبقى ينتهي الساعة 9. دال على المركز الثاني ياخد 7 ساعات من المعطيات وهو بادئ فيه الساعة 2، يبقى ينتهي الساعة 9. تمام؟ خلصنا ده الحمد لله. نروح ناخد الأمر هاء بعد كده. مفيش مشكلة عند المركز الأول إن يبدأ في الأمر هاء على طول. هيبدأ فيه من كام؟ من 2. أنا دلوقتي في المركز الأول، الأخوات اللي كانوا بيسألوا، أنا دلوقتي في المركز الأول. مفيش مشكلة إن الأمر هاء يبتدي على طول الساعة 2 في المركز الأول. تمام؟ ومن المعطيات هاء ده ياخد 6 ساعات على المركز الاول. من المعطيات هاء ده ياخد 6 ساعات على المركز الاول. طب وهو بادئ الساعه 2، بادئ الساعه 2 وبياخد 6 ساعات، يبقى هينتهي الساعه 8. لما نقسم 8 نخلي بالنا ان احنا كنا تحت واقفين 9. لما نقسم 8 نخلي بالنا ان احنا تحت كنا واقفين 9، فلازم ال 8 اللي فوق تكون قبل ال 9 اللي تحت. ها واضحه كده؟ انا عدتها من الاول اهو. واضحه الاخوه والاخوات؟ ردوا عليا كلكم. واو كده، واو بسرعه، واو 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 وخلاص بسرعه بس عشان نخلص بس. تمام الحمد لله. خلصنا حضراتكم احنا بقى، خلصنا احنا حضراتكم هاء على المركز الايه؟ الاول. طيب هاء دلوقتي خلصت على المركز الاول الساعه 8، راحت للمركز الثاني. ده هاء بتقول له يا مركز انا جاهزه من الساعه 8. المركز يرد عليها هيقول لها بس انا مشغول للساعه 9. صح ولا مش صح؟ دلوقتي هاء، هاء خلصت 8 على الاول، هاء خلصت 8 على الاول، راحت على الثاني، راحت على المركز الثاني بتقول له يا ثاني يا مركز ثاني انا جاهزه من الساعه 8. هاء يقول لها بس انا مشغول للساعه 9. هاء هو اللي ينتظر الامر، هو اللي ينتظر. عندما ينتظر الامر لا يظهر تشغيل، لا يظهر تظليل. عندما ينتظر الامر ما فيش تظليل. امال التظليل امتى؟ لما ينتظر المركز. التظليل ده بيشير الى عطل المركز. معايا الاخوه والاخوات؟ ها واضح ولا مش واضح؟ ها ردوا علي، واضح؟ يلا بسرعه بس، واو كده وخلاص، واضح. ففي الحاله ديت هاء اللي انتظر، في الحاله ديت هاء اللي انتظر. المركز ما انتظرش وبالتالي لا يظهر تظليل. طيب حق هيمكن على جنب كده الامر وينتظر، وبعدين ايه؟ يبدا الساعه 9 على المركز الثاني، وهو ها على المركز الثاني ياخد كام ساعه؟ من المعطيات ياخد 8. ها ها من المعطيات ياخد كام؟ 8 على الثاني، على الثاني ها على الثاني ياخد 8. وهو بادئ الساعه كام؟ هتقولي لي بادئ الساعه 9. يبقى هو بادئ الساعة 9 وهياخد 8، يبقى ينتهي الساعة 17. تمام تمام.
خلصنا احنا هاء الحمد لله. هل حد عنده مشكلة؟ هل حد عنده مشكلة؟ خلصنا هاء الحمد لله. يلا عشان نكمل بقى. واضح الحمد لله، ما حدش عنده مشكلة. طيب الحمد لله، الحمد لله. نروح بعد كده حضراتكم ناخد الأمر مين؟ ناخد الأمر واو. طبعا ما فيش مشكلة إن المركز الأول يبدأ في واو الساعة 16. خلي بالكم الإخوة والأخوات، الأمر المركز واحد، المركز واحد ده ما عندوش مشاكل في البداية خالص، لأن هو المركز الأول. المركز الأول ده نعم حاضر. أنا غلطت. إحنا كنا خلصنا مين؟ جيم، أنا آسف، جيم، أنا معلش، جيم، صح. جيم، إحنا كنا خلصنا دال وهاء، فإحنا هناخد جيم. خلي بالكم الإخوة والأخوات، المركز الأولاني حاضر. المركز الأولاني ده ما عندوش أي مشاكل. هيخلص الأمر اللي بعديه، هيخلص الأمر اللي بعديه، هيخلص الأمر اللي بعديه. ده المركز الأول. طيب جيم على المركز الأول، المركز الأول ما عندوش مشكلة إن يبدأ في جيم الساعة 8. تمام. وجيم ياخد كام ساعة على المركز الأول؟ هتقولوا لي بياخد 8 من المعطيات. طب هو هيبدأ 8 وياخد 8 من المعطيات، يبقى هينتهي 16. خلي بالك يا عبد الرحمن، ال 16 اللي فوق لازم تكون قبل ال 17 اللي تحت. الـ16 اللي فوق يا عبد الرحمن لازم تكون قبل الـ17 اللي تحت. هل في مشكلة الإخوة والأخوات؟ تمام يا عبد الرحمن. ها تمام، ما شاء الله عليكم، والله أنا سعيد بيكم، سعيد بيكم إن أنتم ماشيين معايا. ماشي كويسة، نو ديت كويسة، دي نو بالعربي، ماشي تمام الحمد لله. طيب بعد كده حضراتكم، بعد كده حضراتكم الأمر جيم. خلي بالكم بقى، الأمر جيم هيروح الساعة 16 للمركز الثاني، ده جيم. هيقول له أنا هو جاهز من الساعة 16. يقوم المركز الثاني يردد عليه يقول له بس أنا مشغول للساعة 17، انتظر أنت يا جيم. لا يظهر تفضيل. ليه لا يظهر تفضيل؟ لأن الأمر جيم هو اللي انتظر. طيب، وبالتالي كده جيم هيحط قاعد كده يعني حاطط إيدي على خده منتظر. ده جيم اللي منتظر، لا يظهر تفضيل. طيب. وأول ما يخلص المركز الثاني 17 ياخد جيم. طيب جيم على الثاني ياخد كام؟ من المعطيات ياخد 9 ساعات. جيم على الثاني ياخد 9 ساعات. 9 زائد 17 يبقى ينتهي 26. كده خلصنا من جيم الحمد لله. كده خلصنا من جيم الحمد لله. تمام الإخوة والأخوات؟ ها واضح؟ واضح. ها واضح، ردوا عليا يلا بسرعة. واضح الحمد لله. كده خلصنا التظليل يا اختي. استنوا بس يا جماعه، يا اختي جميله، التظليل يتم عند حدوث عطل في المركز. انت دلوقتي يا جميله ما ظللتيش غير مره واحده في بدايه المركز الثاني. يا جميله انت ما ظللتيش غير مره واحده في بدايه المركز الثاني، لان بدايه المركز الثاني اكيد هيكون في عطل. لا عطل المركز، هو عطل المركز هو انتظار المركز يا عائشة. كلمة عطل هي الانتظار. لا لا لا، هي المركز عاطل يعني المركز منتظر بدون عمل. أما إذا كان الأمر هو اللي منتظر يا عائشة، الأمر لما ينتظر ده مش معناها عطل للمركز. معايا يا عائشة؟ الامر لما ينتظر دي معناها، لا بالعكس، الامر لما ينتظر معناها ان المركز شغال. اظلل يا جميله لما يكون في عطل في المركز. يا جميله اظلل لما يكون في عطل في المركز، لكن الامر هو اللي ينتظر، ما ينتظر انا مالي بيه، انا برسم للمراكز. واضحه كده يا جميله؟ عائشه وجميله واضحه؟ يلا انا مش هكمل لما تقولوا لي واضحه. انا شغال على المراكز. فأنا حضراتكم التظليل ده في حالة عطل المركز. التظليل ده في حالة عطل المركز. أيوه ما جاش، ما هو لغاية دلوقتي طبعا يا تمام. ما جاش إلا في بداية المركز الأول، المركز الثاني، وده إجباري. المركز الثاني لازم هيكون عطل في البداية إجباري، إجباري يا تمام. يبقى العطل للمركز أو الانتظار للمركز، العطل هو اللي
انتظار، يعني لو المركز انتظر معناه ان المركز عاطل وبالتالي يتم التصديم، اما لو الامر انتظر الامر هو اللي انتظر، ماليش علاقة بيه، ما ينتظر. واحنا خلصنا المثال الاولاني يا بيان، لما نشوف المثال الثاني بس نفهم المثال ده يا بيان. ما هو احنا يا اخت جميلة انا بمشيها واحدة واحدة، ده انا بمشيها واحدة واحدة حضرتك، والله حسب الموقف. انا يعني انا في المرحلة اللي جاية ما اقدرش اقول لك هل هيبقى في عطل للمركز ولا انتظار للامر، ما اعرفش حسب الحسابات. عموما يا جميلة تواصلوا معايا يا اخوة والاخوات، عموما خلينا نكمل وروحوا الليلة دي شوفيها في المرئية لو سمحتوا. طبعا بعض الاخوة طبعا ده عدد محدود جدا ممكن ما يكونش فاهمها، روح شوفها في المرئية، ولو في اي حاجة بكرة اوضحها لك تاني، انا ما عنديش مشكلة، احنا عندنا بكرة لقاء حي. طيب ماشي يا جميلة، مرة تانية يا جميلة، ايه المشكلة؟ وادي نفسك فرصة كده وحلي يا جميلة، حلي انت بقى، حلي نفسك تمرين. يلا يلا بس نكمل الاخوة والاخوات عشان وقت اللقاء انتهى، عشان نختم حتى المطلوب التاني ونشوف التالت بكرة. واقعدوا ذاكروها الليلة دي، اقعدوا ذاكروها الليلة دي، وانا هجاوب على المطلوب الثالث بكره، ولو في اي استفسار مستعد اسالكم تاني كلها بكره، مش قضيه خالص يعني. خلينا نكمل. طيب احنا كنا خلصنا الامر مين؟ كنا خلصنا الامر جيم. تعالوا بقى للامر واو. صحصحي بقى معايا جميله انت وعائشه اهو، عشان هيجي عطل للمركز يا عائشه انت وجميله اهو. الامر واو، هتقولي لي الامر واو ما عنديش مشكله ان انا ابدا في واو الساعه 16 على المركز الاول. وواو على المركز الاول ياخد كام ساعه؟ هتقولوا لي 12 ساعه. واو على المركز الاول ياخد كام ساعه؟ 12 ساعه. 12 ساعه زائد 16 يبقى 28 ساعه. يبقى احنا دلوقتي واو خلص الساعه 28. يا جميله انت وعائشه صحصحي بقى، ها؟ طيب واو بعد كده هيروح على المركز الثاني. خلي بالك بقى المركز الثاني مخلص الساعه كام؟ فاضي من الساعه كام؟ من الساعه 26. ما يقدرش يبتدي في واو 26 لان واو بيتم تشغيله على الاول لغايه 28. هنا لازم المركز الثاني ينتظر، يعني المركز الثاني لازم هيكون عاطل من 26 ل 28. واضحه؟ ها؟ واضحه؟ لان انا عاوز عائشه وجميله يردوا عليا. تمام؟ قال لي واضح. طبعا تظللي. طالما المركز هو اللي عاطل تظللي، امال ايه؟ اهو المركز الثاني فيه تظليل من 26. تمام يا عائشه؟ لا العفو، المركز الثاني عاطل منتظر من 26 ل 28. يا جماعه لما الامر هو اللي بينتظر ما ظللتش، لما الامر اللي بينتظر ما ظللتش، لكن لما المركز هو اللي ينتظر اظلل، لان انتظار المركز عطل. تمام الحمد لله. هم الاثنين اللي كانوا شاكين في بعض الحاجات عائشه وجميله، اطمنت عليهم الحمد لله. تمام. تعالوا بعد كده واو بقى هيبدا 28 على الثاني هو انتظر من 26 ل 28 وظللنا، واو هيبدا 28. طيب واو من المعطيات ياخد كام ساعه؟ من المعطيات وهو على الثاني، طبعا وهو على الثاني ياخد 15. برافو عليكم. هيبتدي 28 على الثاني زائد 15 43. تمام خلصنا واو الحمد لله. نروح للي بعد كده، الامر الف. مفيش مشكله ان المركز الاول يبدا في الف 28، والف على المركز الاول ياخد 5 ساعات. طبعا 28 زائد 5 ساعات 33. خلي بالك يا عبد الرحمن انت تحت وصلت ل 43. انت دلوقتي 33. طبعا ال 33 لازم تكون قبل ال 43 بمسافه يا عبد الرحمن. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ واضح الاخوه والاخوات؟ ما بحب اطمن يا عبد الرحمن. واضح الحمد لله. بعد كده اهو يا جميلة أنت وعائشة، أهو الحالة الثانية يا جميلة أنت وعائشة. ألف خالص 33، ألف اللي هو الأمر مخلص 33 على الأول، يروح للثاني يقول له إيه؟
انا جاهز اهو من 38، التاني يقول له معلش انتظر انت يا الف، انتظر انت انا مشغول لغايه 43. هنا لا يظهر تظليل يا جميله انت وعائشه، لان الامر هو اللي انتظر. اظن يا جميله وعائشه اظن خلاص. ها عائشه ردت عليا تمام، ها جميله فين جميله؟ ها ما ظلتش، لان الامر هو اللي ينتظر. قال ان الامر هو اللي ينتظر، اصل هي لازم تمشي واحده واحده يا جميله، لازم تمشي واحده واحده وتشوف الموقف مين اللي هينتظر. هل الامر اللي ينتظر لا يظهر تظليل؟ هل المركز اللي هينتظر يبقى في الحاله دي فيها عطل ولازم اظلم؟ طب يا رؤى، طب استني بس، تعالى خلينا بس نمشي واحده واحده، خليني نمشي واحده واحده. طيب تعالوا بعد اثنين عشان بس الزملاء والزميلات. تمام الحمد لله. طيب ألف هيبدأ على الثاني 43، ألف هيبدأ على الثاني 43 وياخد كام؟ ألف على الثاني من المعطيات ياخد 4 ساعات، ياخد 4 ساعات. حاضر يا عبد الله، حاضر حاضر حاضر، هخلص المطلوب الثاني وهنقوم يا عبد الله. حاضر حاضر يا عبد الله، معلش يعني معلش تجاوزنا 5 دقائق 6 دقائق، يعني هنخلص 5 دقائق بالكثير ونخلص يا عبد الله. حاضر وهنقوم كل نهاية إن شاء الله. حاضر. فحضراتكم دلوقتي ألف بادئ 43 على الثاني وياخد 4 ساعات ينتهي 47، تمام. ده قلنا اللي هو الأمر الأخير اللي هو الأمر مين؟ اللي هو الأمر باء. باء هيروح على المركز الأول، ما عندوش مشكلة المركز الأول يبدأ فيه 33. طيب وياخد كام ساعة؟ ياخد 4 ساعات على المركز الأول. 33 زائد 4 ساعات ياخد 37. يا خبر أبيض، ده 37 دي برضه لازم تكون قبل ال 43. طبعا قبل ال 47 ده اكيد طبعا، معايا ولا مش معايا؟ يبقى باء ديت ال 37 مش قبل ال 47 كمان، لا ده قبل ال 43 كمان. طيب وبعد كده باء، بعد كده باء هيروح على المركز الثاني. اهو باء ما خلص 37 على الاول والمركز الثاني مشغول لغايه 47، او باء لما يروح يخبط على المركز الثاني يقول له يا باء انت انتظر، الامر اللي ينتظر هنا لا يظهر تظليل، هينتظر بقى لغايه 47. بقى هيبتدي الساعة 47 على المركز الثاني ياخد 3 ساعات، ينتهي على المركز الثاني كام بقى؟ 50. معايا الإخوة والأخوات ولا مش معايا؟ تمام الحمد لله. تمام يا عبد الرحمن 50. طبعا حضراتكم آخد بقى، آخد ال 50 اللي هي نهاية المركز الثاني أحطها فوق إن هي نهاية المركز الأولاني، وأجي أي مظلل على المركز الأولاني من 37 إلى 50. اخد ال 50 اللي انا حطيتها تحت، اخد ال 50 اللي انا حطيتها تحت اللي هي نهايه المركز الثاني احطها فوق ان هي نهايه المركز الاولاني. والجزء اللي هو من 37 الى 50 ده عباره عن وقت عطل على المركز الاول. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ حاضر يا عبد الرحمن، حاضر. لان يا عبد الرحمن اللي بينهي هو المركز الثاني. يا عبد الرحمن اللي بينهي هو المركز الثاني، مش المركز الاولاني. نهاية الأول هي نهاية الثاني. أنا ما أقدرش أحط ال 50 فوق إلا لما أكون حاططها تحت يا عبد الرحمن. لأن اللي بينهي هو الثاني، تمام يا عبد الرحمن. طيب أظن كده خلصنا المطلوب الإيه الثاني. بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله هناخد المطلوب رقم 3، مش هياخد معانا أكثر من 5 دقائق 10 دقائق، وهقول لكم بعض الملاحظات على المطلوب الثاني. بكره ان شاء الله طبعا، ورجعوا للمرئيه، رجعوا للمرئيه. بكره ان شاء الله هو اللقاء الحي الاخير، هناخد ربع ساعه بس في جونسون بكره ان شاء الله. بكره الساعه 9:45 ده اخر لقاء حي. لا مفيش رسم، بس استني استني بس علي، استني بس علي. لا مفيش مراجعه، انا هرد على الاسئله بتاعتكم. بكره ان شاء الله هو اللقاء الحي الاخير، جهزوا كل الاسئله اللي انتوا عاوزينها في كل المقرر. ماشي؟ ارجع للنماذج السابقه. و لا 29 مش موجوده يا سلمى كلها، يا سلمى 29 مش موجوده في الملخص، لازم تعملي لها برنت من المرئيه. جهزوا 29 معاكم كلها بكره ان شاء الله. ليا بعض الملاحظات على المطلوب الثاني كده هوضحها لكم، اللي احنا لسه مخلصينه دلوقتي، وان شاء الله في المطلوب الثالث برضه نحله بكره باذن الله. نجاوب على الأسئلة والاستفسارات اللي في جميع أجزاء المقرر، لأن هو لقاء ختامي غدا. نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 9:45. تصبحوا على خير جميع الإخوة والأخوات.
مع السلامة. لا موجود، يا لو مش موجود الضعيف، لو مش موجود الضعيف المطلوب الثالث مطلوب مقرر معاه، مع السلامة.